الله يقول: ليس التوسعة في المال أمارة إكرام، وليس التضييق في الرزق علامة إهانة. يقول: أنت لم تفهم. الله يقول لهذا الكافر: أنت بليد لم تفهم. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. لم نفهم. ما موقع هذه الجمل مما إيه؟ تقدم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه. كلا، بل الله يقول له كما قلت لكم: ليس الإعطاء إكراما، وليس المنع والتضييق إهانة، ولكن التفاوت حاصل من أجل الابتلاء، لنبلو بعضكم ببعض، فنبلو الغني بالفقير، هل يعطي أو يمنع؟ الغني الذي أغناه الله من فضله، هل يعطي؟ هل يعرف لذوي الحقوق حقهم فلا يمنع ولا يشح، أم يفعل ويمنع؟ للأسف الكافر يمنع ويشح ويكز، والمؤمن المهتدي لا يفعل، بل يعطي ويرضخ ويوسع مما أوسع الله عليه به، ومنه لا إله إلا هو. الله يقول: هذه الخطة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. اللهم بلى. يقول: هذه ابتلاءات، هذه التفاوتات المقدرة، مرادة لله ومفعولة لله ومجعولة بجعل الله للابتلاء والامتحان، ليس للإكرام لكي إيه؟ يأخذك الزهو والعجب والفخر بها وتفخر بها على غيرك أبداً، وليس لكي تجمع وتمنع وتستكثر أبداً. أنت هكذا رسبت في الامتحان، عاندت الخطة الإلهية، عاندت الخطة الإلهية، لم تفهم الرسالة التكوينية لله، فضلاً عن أنك أهدرت الرسالة التشريعية التكليفية، لا فهمت هنا ولا أدركت هنا. عجيب هذا القرآن، عجيب هذا الدين. ولذلك انتبهوا، عبودية المال مثلاً من أخطر العبوديات. قبل أن أدلف إلى هذا المعنى، لابد أن أكمل المعنى الذي شرعت في تبياني، وهو ماذا؟ هذه التفاوتات إذن أولاً أيها الإخوة، الحظوها باللحاظين. أولاً مجعولة لله، مقدرة من الله لما علمنا ولما ذكرنا. ثانياً، على ما تدل؟ تدل على أن الذي لا يليق أن يدخل في مقايسة ومقارنة هو الواحد الأحد. من الغني غنى مطلقا؟ من الذي لا يبيد ولا ينفد ما عنده؟ الواحد الأحد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عجيب، ما عندكم ينفد. ولو كان ثروة إيلون ماسك 300 مليار ولو 3000 تريليون ينفد ولا يكفي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد تنفد بوسائل أخرى، قد تنفد بوسائل إيه؟ أخر. وإن لم تنفذ في ملكك نفدت أنت منها بالموت، انسى. ولذلك هذه التفاوتات كما قلت لكم تبقى تفاوتات قابلة للمقارنة والمقايسة، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمي، ما من عالم إلا وأعلم، ما من قوي إلا وأقوى، ما من جميل إلا وأجمل، ما من غني إلا وأغنى، ولا يقف عند حد. يعني هذا دائما إيه؟ يبقى صحيحا. يعني هذا الأغنى الذي جاء بصيغة إيه؟ الأفضلية، الأغنى لن يبقى الأغنى أبدا، ربما ليوم، ليومين، لسنة، لسنتين، لمدة عمر واحد، ثم يأتي من هو أغنى، يأتي من هو أعلم، يأتي من هو أقوى باستمرار. لكن الأغنى المطلق، الأعلم المطلق، الأقوى المطلق هو الواحد الأحد لا إله إلا هو. يخطر لي دائما يا إخواني، ولعلي لم أذكر هذا من قبل، يخطر لي دائما، يعجبني أن يخطر لي هذا، أن التفاوتات كما ألمعت آنفا بين البشر مهما فحشت تبقى محدودة ونسبية. يتحدثون عن إيه؟ مقياس الذكاء الآي كيو. الآي كيو عند البشر الأذكياء العاديين نقول إيه؟ 115 120، جميل.
كلنا تقريبا في هذه الحدود. طب وعند العباقرة والمتميزين قال لك ايه قريبا 140 150 ديفينشي قال لك كان اكثر من ذلك، يقال 250، يا سيدي 300 مثل ويليام ايه سيديس جيمس، مش ويليام جيمس مؤسس العلم النفسي التجريبي، لا سيديس هذا العبقرية العجيبة الغريبة، يقال تخطى 300 يعني حتى لم يبلغ ثلاثة أضعاف إيه واحدنا، يعني ذكاؤه لم يبلغ ثلاثة إيه أضعاف واحدنا، ولذلك لم يعرف تاريخ العبقرية البشرية من أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو قبل ذلك إلى أيام ستيفن هوكينج وأمثال هؤلاء، لم يعرف تاريخ العبقرية البشرية عبقريا أتى بشيء عز على نظرائه وأقرانه في المجال أن يفهموا. قالوا ماذا يقول؟ لا نكاد نفهم، لم نفهم شيئا، وأوضح وبين وشرح ولم يفهموا، لم يحدث. بالعكس كل عبقرية مهما أوفت على الغاية في بابها وحقلها ومجالها يستدرك عليها سريعا. تريدون عبقرية أكبر من عبقرية إسحاق نيوتن؟ استدرك عليها أينشتاين. تريدون عبقرية أكبر من عبقرية أينشتاين؟ استدرك عليه إيه فريق فيزياء الكم، وكم استدركوا عليه وأصابوا وأخطأ، وهكذا والأمر لا يتوقف. لكن انتبهوا، ماذا لو أن عبقريا قدر القادر لا إله إلا هو بقدرته وحكمته أن يجعله فائقا علينا، فائقا على الإنسان الستاندرد المعياري فينا، مش بثلاثة أضعاف، بألف ضعف، بعشرة آلاف ضعف، ينقطع التواصل من جذره، لن نفهم ما يقول وهو أعجز من أن يفهمنا، أليس كذلك؟ تخيلوا بشرا أذكى من واحدنا بألف مرة، بألف ضعف، أذكى من أرسطو بألف ضعف، من ألبرت أينشتاين بألف ضعف، لن يثبت له أحد أصلا هذا الذكاء. على الأرجح نسبة 99% سيتهم بأنه ماذا؟ مجنون، يقول ما لا يفهم، يقول ما لا يعقل. لذلك البشر مهما تفاوتوا تفاوتاتهم ماذا؟ قريبة، قريب من قريب من قريب، أنتم الفقراء إلى الله، يجمعهم عنوان ماذا؟ الفقر والاحتياج، كلهم مفتقرون. ولذلك العالم الذكي، العالم اللوذعي كما قلت لكم، يكون سقراطي الروح، سقراطي المنزع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يقول دائما ويؤكد على هذه القاعدة: كل ما استفدته من علمي وفلسفتي وخبرتي وفني وفكري ولوذعيتي وعبقريتي وإبداعي وإضافاتي هو أنني ازددت علما بجهلي، عرفت أنني لا أعرف. هذه الروح السقراطية، حين كان يدعي سقراط هذا كان يعز هذا على تلامذته، وحدثتكم إيه بقصة في موضع آخر، إلى أن ثبت فعلا أنه هو الأحكم، لأنه الوحيد الذي كان يدرك حدود أيه معرفته، وأنه لا يعرف شيئا، وأنه لا يعرف شيئا. العلم لله جل جلاله، العلم الحقيقي فوق كل ذي علم عليم، هذه نتف من العلم، محاولات. لذلك روح الفلسفة إلى اليوم سقراطية. ما أجمل كلمة كارل ياسبرز، فيلسوف الألماني العظيم المؤمن، كان مسيحيا مؤمنا وفيلسوفا وجوديا ومحللا نفسانيا، كان عالما في التحليل النفسي، كارل ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة، كان يعد الفلسفة خائنة لنفسها. متى تخون الفلسفة ذاتها؟ متى يخون الفيلسوف الفلسفة؟ إذا ادعى أنه امتلك ماذا؟ القول الفصل والكلمة الأخيرة، هذه الخيانة. لأن الفلسفة سقراطية الروح، نسعى فقط لكي نطرح مزيدا من الأسئلة، لكي نوسع تأكيد ماذا؟ دائرة علمنا بجهلنا، كما قال الإمام الشافعي، هذا هو العلم، هؤلاء هم الحاذقون، هم الفاهمون، وهؤلاء هم المتواضعون، هؤلاء هم. ولذلك التواضع الحقيقي في العلماء الحقيقيين وليس في الجهلاء الحقيقيين، الجهلاء. ولذلك ما أجمل ما يقول العلماء، يقولون اليقين الصلب أعم من دائرة ماذا؟ الجهل المركب. ما معنى هذا؟ من الذي يدعي اليقين؟ قد تقولون
يدعي اليقين عالم متحقق من علمه، فيلسوف بارع في فنه كما قلت، هذا خائن للفلسفة. لكن انتبهوا، بغض النظر عن هذين الاثنين، يدعي اليقين أيضا الجاهل جهلا مركبا الذي يتكلم في غير فنه وبغير علم، وراسه وستون سيفا كما تقول عامة، أنه ألقى بالقول فصل، أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل وستنتهي إليه الأواخر. إذن اليقين أعم من أن يكون ماذا؟ جهلا مركبا. قد يدعي أيضا عالم وفيلسوف بطرق الاستدلال والتجريب، لكن يعم الاثنين. إذن الجاهل المركب يشرك حتى من يدعون أنهم أوفوا على الغاية في فهم الحقائق. هذه شركة غير مشرفة، شركة غير مشرفة. نعود إلى المال، نعود الآن نترك العلم، نعود إلى المال. المال يا إخواني الذي يشكل تقريبا موردا عظيما من موارد استكبار البشر، ربما أكثر المستكبرين يستكبرون بسبب ماذا؟ بسبب المال والأملاك، ويتفاخرون بما ملكهم الله وخولهم تبارك وتعالى. وهذه قضية خطيرة جدا. لماذا؟ مش لأنه خطر أنه يتفاخر ويسمع ويرائي، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا يوحي إلي مفهوم الحديقة المسمومة. الحديقة المسمومة، حديقة كل أشجارها مسمومة وسامة، وكل ثمراتها قاتلة مردية مهلكة مجهزة إجهازا كاملا. حديقة الكبر، وبنات عمه وأبناء عمه وخالاته وأصدقائه وأقربائه وأودائه. إيش الأشجار الأخرى؟ شجرة المركزية وعنوان الحديقة الكبر، هي حديقة الكبر. عندك ماذا؟ حب الشهرة، الفيم يقولون، الفيم، فيمس، فيم، حب الشهرة، حب الظهور، يتراسل ويتساعد ويتساند مع هذا ماذا؟ الرياء والتفاخر والتسميع. الرياء فلوس تدفع علشان ينشر فقط مآثره ومحامده ومزاياه، شيء غريب يا إخواني. وصوره، هذا له علاقة بالتسميع وله علاقة بعبودية البدن أيضا. يقضون ساعات طويلة على مدار اليوم في التقاط صور وسلفيات لأنفسهم، تزحم وسائل التواصل الاجتماعي. لما يا أخي؟ لما؟ ما الذي نحتاجه من شكلك؟ يا رجل ألقي كلمة خير أفضل لك ولنا، بيتا من الشعر، حكمة، نصيحة، تجربة حياتية عميقة. ما هذه السذاجة والطفولية النفسية؟ ولذلك علماء التحليل النفسي يؤكدون أن الشخص المستكبر المهووس بالشهرة، المحب للظهور، الدائر حول نفسه، الواقف في غرفة كلها مرايا لا يرى إلا نفسه، أينما نظر لا يرى إلا نفسه المسكين، هذا الشخص شخصية غير ناضجة، immature personality يقولون، immature، شخصية غير ناضجة، شخصية فطيرة بعمق 2 ملي، شخص بعمق الكون كما قال محمد إقبال، فيه تتيه الأكوان، وشخص بعمق 2 ملي، جلده أعمق منه، جلده أعمق منه المسكين، ويظن نفسه شيئا، وشاغلنا وشاغل العالم بصوره ومأتياته، بين قوسين سخافاته اليومية والساعاتية. ما الذي يريد؟ من رأى رأى الله به، النبي يقول، من سمع سمع الله به. النبي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، المعلم الأكبر، المداوي الأعظم، المعالج الأول لأدواء النفوس، ما وجدنا مثله ولا من يقترب منه، والله العظيم ما وجدنا مثله ولا حتى من يدنو من أن يكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام. يعلم كم هي مردية. فقلت الحديقة المسمومة والفخر، والعياذ بالله، أليس كذلك؟ الفخر، الافتخار، يتفاخرون، والحسد والغيرة والخوف المرضي. أقول ليش دخل هذا في هذا؟ خوف المرضي؟ انتبهوا، علينا أن نتعمق، نعمق فكرتنا. الشخص المستكبر وبين قوسين العابد لذاته، العابد لجوه امتيازه، عنده خوف مرضي، خوف شديد مريع. من ماذا؟ من أن تنتقد خطته. ما هي خطته؟ أن يبقى الأول ودوما. هل تدوم؟ هل تدوم لك الدنيا؟
هل دامت لغيرك؟ كيف ستدوم؟ لست الباقي، وحده الباقي لا إله إلا هو. لذلك المستكبر، على فكرة انتبهوا حتى نفهم هذا جيدا، كنت أقرأه قبل سنوات ولا أفهمه في عمقه. رجل ملياردير، ملياردير بمعنى الكلمة، يمتلك مليارات. في أزمة 2008 خسر بعض قيمة الأسهم 20% 30%، يعني عندك أنت 3 مليارات صار عندك مليارين، 2000 مليون يا رجل. ينتحر، انتحر. وطبعا أحدهم الذي كان يملك قيمة كبيرة في فولكس فاجن، شركة فولكس فاجن هذه، انتحر في 2008. لماذا؟ هل ذهب إلى القضاء؟ هل ظل؟ أبدا، باقي مليونيرا كبيرا، لكن فقد نسبة من قيمة أسهمه، انتحر. كيف ستفهمون هذا؟ لأنه في الحديقة المسمومة، خذوا هذا التمثيل، الحديقة المسمومة، الحديقة الملعونة هذه، في الحديقة المسمومة، حديقة الكبر، عنوانها، بوابتها، الجيت تبعت الكبر، والشجرة الأكبر الفينانة التي تظلل على كل السموم هذه هي الكبر. من ضمن الدوحات اللعينة هناك ماذا؟ الخوف المرضي من انتقاض الخطة، الخوف المرضي من الفقدان. ممنوع أفقد لا زوجتي ولا أولادي ولا شركاتي ولا جمالي، ولا قوتي ولا سلطاني ولا بعض مالي. الله 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 الله، إيش القصة؟ هل أنت إله؟ هو المسكين بدأ يعيش هذا الدور اللعين أنه إله، والذي يريده يكون. ولذلك صدق الله العظيم في الحديث القدسي الجيء المخرج في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره، يقول الله تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا منهما ألقيته في النار. وفي رواية: عذبته. وفي رواية: قصمته ولا أبالي. العز لله، الكبرياء لله. ولذلك ما من مستكبر إلا وستنقض عليه خطته، ولو بالمرض ولو بالسرطان ولو بالموت ولو بالفقدان، سيفقد، يفقد أحدا من أولاده، من أحبابه، من أزواجه، ستفقد من أسهمك. ما فيها الدنيا، لا تدوم لأحد. ولذلك هؤلاء مستكبرون لا يفهمون هذا، كيف يمكن أن أفقد؟ تفقد يا أخي، لماذا لا تفقد؟ أنت بشر عبد، لا، ما بده يفقد، وما بتحمل. وحين يفقد ينتحر، بعضهم ينتحر، لن أبقى، لن أعيش هذا الدور. كأنه إذا انتحر يعني إيه؟ يكسب الجولة. أنت خسرت كل شيء، خسرت كل شيء، دمرت كل شيء، صفرت كل شيء على الزيرو، بالنسبة إليك على الأقل على الزيرو، رجعت كل شيء على الزيرو، يا مسكين. ولذلك كما قلت لكم، الكبر في جوهره ضلال قيمي، ضلال قيمي، عمى قيمي لمن يفهمه في عمقه. قضية الكبر والتواضع مش قضية بسيطة وشوية أشعار ونصوص، لا 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 لا، قضية وجودية في العمق، كلنا نحتاج أن نكون فلاسفة فقهاء فيها يا إخواني، أعظم وأعمق مما نظن. ولذلك انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في معظم دواوين السنة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: اتقوا الشح. الشح بماذا يكون؟ بالمال. والشح هو أشد البخل، مش بخل، بخل مضاعف، بخل مركب ومربع ومثمن ومعشر، بخل مضاعف، الشح. اتقوا الشح، وحضرة الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. الله يقول كما قلت لكم، هذه الخطة الهدائية الإسعادية، الخطة الهدائية الإلهية الإسعادية، تضع المال حيث ينبغي أن يكون وسيلة للخير والتراحم والتواصل، ليس للانتفاخ، ليس للجمع، ليس للافتخار، أبدا، لبذل الخير والمرحمة واقتحام العقبة. فلا اقتحام العقبة وما أدراك ما، فك رقبة أو إطعام في يوم. هذا المال وهو في حد ذاته خير، إن ترك خيرا الوصية لبدن. المال خير، وإنه لحب الخير لشديد، المال خير، لكن نحن نجعله لعنة بضلالنا القيمي، بضلالنا القيمي. انظروا الآن، من أجمل ما مر بي في قراءاتي ومطالعاتي يا إخواني على الإطلاق بخصوص المال ولعنة المال وشح المال وحرص المال، ولم أكمل الحديث النبوي الجليل صلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا: إياكم والشح، فإن الشح
أمر من أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. قطعوا ماذا؟ قطعوا الأرحام. لا إله إلا الله، قطع رحمه، أخته وعمته وخالته وأخاه، من أجل ألا يعطي. من أجل إيه؟ ألا يعطي. يقول أعيش وحدي أفضل لي، سيستهلكون مالي، سينقصونه، وأنا أريد إيش؟ إثماره وإكثاره. وأمرهم بالفجور ففجروا. والفجور هو ماذا هنا؟ العصيان والعياذ بالله، والفسوق، ارتكاب المعاصي. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فإياكم والشح. شوف، مش بقول لك رسول الله معلم البشرية، لكن بده واحد يكون إيه؟ فاهم. هذا النبي قاله من 1500 سنة تقريبا. انظروا الآن إلى شيء من أروع ما صادفني في مطالعاتي. في القرن 19 كان هناك ناشط نقابي من المشاهير جدا، لدرجة أن جون ستيوارت ميل قد أشاد به في كتاباته، وهو الناشط النقابي العمالي الإنجليزي توماس دانينغ. توماس إيه؟ دانينغ. في كتيب له اسمه النقابات العمالية والإضرابات، Trade Unions and Strikes، كتيب صغير. اقتبس منه كارل ماركس في رأس المال في أكثر من موضع، حتى أن بعض الناس ظنوا أن هذه العبارة لكارل ماركس، ليست لماركس. ومن أجمل ما أورد ماركس هي لدانينغ في هذا الكتيب الصغير، النقابات العمالية والإضرابات. ماذا قال؟ انتبهوا، المال، المال، عبودية المال، الكبر بالمال، الشر بالمال. قال: المال لا يتعفف عن الاستحواذ على أي فائدة، بنفت أي فائدة، أهلا وسهلا. طب لو عندي مليار، لو عندك 300 مليار ممكن أستفيد 1 دولار؟ هاته، جيبه. دولار؟ عندك 300 هاته. قال: على حد ما قيل الطبيعة لا تعرف الفراغ. يقول دانينغ: على حد ما قيل الطبيعة لا تعرف الفراغ. أما نسبة 10% فيمكن أن تجد توظيفا لها في أي مكان، في التهريب، في الدرجز، في الدعارة، في الحروب. 10% حلو كثير، وظف، ما في مشكلة. أما نسبة 20% فتبعث على التوقان، يصير نوع من التوقان، نوع من العشق، من الباشن. 20% شيء كبير هذا عند الرأسمالي، عابد المال. أما نسبة 100%، انتبهوا، سنذكر 100% و300% الآن. قال: نسبة 100%، يقول دانينغ، كفيلة بأن تحمله، تحمل صاحب الرأسمال، الرأسمالي، بأن تحمله على انتهاك ودوس كل القوانين البشرية، لا بحل لا بحرم، لا في ضمير لا في قانون لا في أبدا. نسبة 100% أصبح المليار مليارين، والمليون مليونين. لا 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 لا، كل مسموح، الله أكبر، كل القوانين تنتهك هنا. قال: أما نسبة 300%، 3 أضعاف، المليون 3 ملايين، والمليار 3 ملايير. قال: نسبة 300%، هذا خبير، رجل هذا ناشط جدا ومفكر اقتصاد ونقابي وفاهم اللعبة كوف وعارف المرض الرأسمالي، مرض المال والعياذ بالله. قال: نسبة 300% معها لن تبقى خطيئة حتى ترتكب، ولن تبقى مغامرة ومخاطرة حتى وإن تأدت بصاحبها إلى حبل المجنقة، إلا وأخذت سيأخذ هذه الرزق أو هذه المخاطرة، سيأخذها حتى وإن أدت به الموت. 300%. وأما النزاعات والاضطرابات، يعني يريد ماذا؟ الحروب، سواء حروب داخلية سواء حروب بينية كونية. أما النزاعات والاضطرابات فحتما ستشجع بروح والثابة. شجع شجع، احرق الأخضر واليابس، جيب الفلوس. ولذلك يا إخوان الآن بدأنا نفهم، شوف هذا الاقتباس مهم جدا جدا من توماس دانينغ، هذا الاقتباس أكثر من مهم لكي نفهم عمق المقولة النبوية: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم
بالفجور ففجروا. هذا تفصيل، مجرد تفصيل تنويع على كلام الرسول محمد العدنان صلوات ربي وتسليماته عليه. لكن الرسالة ما هي؟ الرسالة أن الضلال القيمي مهلك للمسيرة البشرية، مهلك للمجتمعات، مش مهلك لصاحبه فقط. أنه قدم المال وجعله القيمة المطلقة قبل الإيمان وقبل الآخرة وقبل رضا الله تبارك وتعالى وقبل كل شيء، المال 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 المال. واستكبر طبعا بلا شك، استكبر بهذا المال وبهذه الثروة. هذا مش مهلك له فقط هو، قد يكون مهلكا للبشرية، مهلكا للعالم، مهلكا لهذا النوع الإنساني برمته، بحسب هذا الوصف الدننجي المخيف المرعب. وصف دننج هذا مش طبيعي بالمرة على كل حال، وقد دغدغ خيالات كبار الاشتراكيين والمفكرين الاقتصاديين الإنسانيين، لأنه مخيف مرعب، يلفت إلى أشياء قد لا يلتفت إليها في عموم الحال، في عموم الحال. لكن هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. ولذلك يا إخواني، الضلال القيمي مسألة أخطر مما نظن، مسألة أخطر مما نظن. عودا إلى عبودية الجسد، نفس الشيء، عبودية الجسد أخطر مما نظن. المفروض أن الإنسان حين يؤتى حسنا وجمالا وبهاء ذكرا كان أو أنثى، أن يستثمره كيف؟ في إغواء البراء، في أن يعيش دون جوان، أن يخرب البيوت، أن يلعب بالعواطف، أن يعمل كمنحل العقد ومنحل السلوك؟ أبدا. أن يستثمر هذا في تكوين أسرة مستقرة يجتمع فيها الجمال الحسي مع الجمال الروحي والمعنوي، أليس كذلك؟ من آتاه الله نعمة من النعم، سواء كانت صحة وعافية سارية في البدن، جمالا في الهيئة والخلقة، ذكاء وفهما، مالا ووفرة ونعيما، المفروض أن يستثمر ويستغل هذه النعمة في ماذا؟ في توفير حظ أكبر من الاستقامة والصحة النفسية لنفسه، أليس كذلك؟ لا يكون مدفوعا بعقد، ما عندي عقد الحمد لله، ما عندي عقد مثل على الأقل يعني، لكن أن يجعل من هذه النعمة عقدة حقيقية لنفسه ربما تعقيدا للآخرين، فهذا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فما بال الفتيات، وما بال النسوة، وما بال بعض الشباب والرجال في هذا الزمان العجيب الغريب، ما بالهم كما قلت ناقمون على أبدانهم، ناقمون على خلقهم، يهرعون في كل حين إلى جراح التجميل. المستفيد رقم واحد هم جراحوا التجميل، بلاستيك سيرجري، جراحة التجميل راجت بشكل غير طبيعي، غير طبيعي، وتبقى تقريبا لم يبقى شيء إلا أخذ مبضعهم السبيل إليه في كل أنحاء البدن. كما قلت لكم، هذا لا يتأتى إلا كردة فعل غير واعية. بماذا؟ بما يعطيه وينتجه فقر الروح وضحالة النفس واحتقار الروح واحتقار النفس. الذي يحتقر نفسه ويحتقر ذاته هو الذي يبدأ يجمل ظاهره بهذه العمليات التغييرية لما خلق الله تبارك وتعالى.